We must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة حضرات لازم أتكلم معاكم بمنتهى الصراحة. في سؤال متداول على السوشيال ميديا. السؤال ده مطروح وبقوة. والناس المسؤولين أو المعنيين أو المدونين أو اللي بيتحدثوا على السوشيال ميديا أو على التلفزيون محدش بيجاوب على السؤال ده، هو ليه مصر ما عملتش مع غزة زي اللي عملته مع الصومال؟ ليه الرئيس ما طلعش بتصريح قوي يدافع فيه عن غزة زي ما حصل تصريح مع الصومال؟ احنا مش هنسمح ان حد يهدد الصومال، ومش هنسمح ان حد يمس الصومال. خلينا نقول الإجابة وأجرين على الله. الحقيقة أنا هتكلم معاكم بوضوح وأقول لك إنه كان ممكن الموقف ده يحصل قديما. يعني اللي بيسأل السؤال ده هو بيسأل وعنده غضب ربما من سياسات مصر مع غزة. هو بيقول إن أنت عايز مصر تدخل في توتر عسكري، تدخل في تصعيد أعلى سواء دبلوماسي سياسي، في مشاكل أكتر تقيد بها إسرائيل ومن وراءها. لكن هو في نفس الوقت كان بينتقد من فعل ذلك مسبقا. أيوة، اللي بيقولك كده هو انتقد اللي عمل كده مسبقا. الرئيس جمال عبد الناصر لو كان موجود حاليا كان عمل كده، ما كانش هيبقى فيه اتفاق سلام موجود ما بينك وما بين الكيان المحتل. وبالتالي كان الرئيس جمال عبد الناصر دي سياسته وده الموقف اللي بيتبناه، هو الموقف اللي بيقود العرب في مواجهة الاحتلال. ورغم كده اللي بيدعو لهذا الموقف من الرئيس عبد الفتاح السيسي هو خانق او غاضب من الرئيس جمال عبد الناصر حينما تبنى نفس الموقف. الموضوع حضرات ان احنا مش بنتكلم كشعارات، وانا هنا مش بدافع عن الرئيس او بهاجم الرئيس، انا بحاول اكون متجرد وانا بطرح وجهة النظر. انا عن نفسي اتمنى ان يكون التصعيد مع غزة او مع اسرائيل اكتر من تصعيد مع اثيوبيا، ولكن في محددات الدولة بتشوفها، المحددات دي بيشوفوا الاجهزة المعنية، بيشوفوا ملف المية، بيشوفوا التوترات في الجنوب، فبالنسبة لهم اي تصدي لاثيوبيا على الاتجاه الجنوبي اولوية. وده مسألة خلينا نكون متفقين فيها، ان انت تتصدى لاثيوبيا على في ورقة من الاوراق اللي هي بتتبناها عشان تقوم بمنعها في ملف السد او تتصدى لها في ملف السد او تقيدها في ملف السد، ده امر المفروض نكون كلنا متفقين فيه. والا انت ليه بتهاجم الرئيس لما راح يدافع عن ملف سد النهضة، او لما مش راح يدافع عن ملف السد، لما تخلى من وجهة نظرك عن الدفاع عن ملف سد النهضة؟ هي الآلية اللي بيعملها ما هي دفاع عن قضية سد النهضة. يعني موضوع التصدي والقيام بما يفعله مع الصومال في منطقة او في الدفاع عن الصومال في اقليم ارض الصومال هو جزء من الدفاع عن حقوق مصر المائية في ملف سد النهضة. خلينا حضرات نتكلم بشكل واعي شوية. انت هنا بتهاجم الرئيس، وفي نفس الوقت لما جه يعمل اكشن مضاد للدولة اللي بتسطو او بتقوم بالاستيلاء على حقوقك المائية، هو بيعمل ده عشان خاطر يحافظ على الحقوق المائية للدولة المصرية. فانت بتيجي بتهاجم بسبب انه بيحاول الدفاع عن حقوق مصر المائية. لكن خليني انسى موضوع الصومال، ليه ما بيعملش كده مع فلسطين؟ كانت مصر في حاجة عن تدعم ماليا، يعني امريكا لا بتدعم اسرائيل مليارات تحافظ على طول القوة. كان ممكن تجتمع الامة العربية وتخطط لوجه مثلا قوة عسكرية تواجه القوى الاسرائيلية وتنمي قواتها لتبقى الساحة مواجهة وقوية وتتحمل تبعات الجهاد اللي بتكون في مصر مجسيمة لها لا تتخطى لها. فلو كان هذا التخطيط ناجح والأمة العربية يعني دفعت ما عليها من التمتاش يجب جيوش، ما جيوش كثير حولنا، بس أعطونا التزامات مالية لمحافظة على هذا الجيش ومحافظة على قوته. أنا بعتقد كان هذا الطريق أسلم وأصح لعلاج القضية الفلسطينية وليس الاستسلام بالشكل اللي صار. الحقيقة هناك عدة أمور. رقم واحد، في اتفاق سلام مقيد لمصر. الاتفاق مقيد لمصر، مصر مكبلة ومقيدة تجاه فلسطين من جانب التصعيد سواء الدبلوماسي الحاد او العسكري. وانا بقولك الكلام ده بمنتهى الوضوح، مصر لا تستطيع
أن تعلن الحرب مثلا على إسرائيل لأنها متفقة معها في اتفاق سلام. طيب الاتفاق ده من سياسات الدولة سواء الرئيس الحالي أو اللي قبله أو اللي قبله أيا كان الرئيس من سنة 79 هم بيحافظوا على هذا الاتفاق. ومن مقتضيات الاتفاق ان انت ما تصعدش عسكريا مع الجار المحتل المجاور ليك، خاصة انه لم يخل بالاتفاق معاك، يعني ما راحش سطى على اراضيك، ما راحش هاجم اراضيك، حتى المحور اللي بيهدد بانه هيحتله لم يحتله حتى الان. انت متخيل؟ هو دايما بيلوح بالسيطرة على محور فيلادلفيا، هل لغاية الوقت سيطرت اسرائيل على هذا المحور؟ الاجابة لا. وبالتالي هنا في اتفاق سلام مقيد ليك زي ما هو مقيد ليه في العلاقة بينكما. وهنا الاتفاق ده نجح في انه يسرق مصر من القضية الفلسطينية بالشكل القديم للدولة المصرية من وقت الرئيس عبد الناصر. طب الاتفاق ده ليه نجح في سرقة مصر من القضية الفلسطينية او في عدم قدرة مصر عن الدفاع عن القضية الفلسطينية؟ الاتفاق ده نجح باختصار بسبب الولايات المتحدة الامريكية. خلينا اقول ان اتفاق السلام مع اسرائيل له بالنسبة لاستعادة الأراضي المصرية اللي كانت محتلة في سيناء ميزة انه قدر يرجع الأراضي المحتلة، لكن له عيب خطير انه الاتفاق كان منقوص، يعني كان اتفاق مقيد لتواجد مصر عسكريا في شبه جزيرة سيناء. وبالتالي حضرتك النهاردة موضوع يعني تحت رقبة الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الكيان المحتل في جزئية عدد القوات اللي بتنتشر في سيناء. ممكن البعض يختلف معايا في هذه الجزئية، لكن ارجع للاتفاق وشوف العدد المحدد لك للقوات في سيناء وبعدها رد عليا. طب نرجع ونقول مين السبب في ده؟ الولايات المتحدة الأمريكية لما دعمت إسرائيل في حرب 73 وصلت الموضوع لأنه إسرائيل أصبحت يعني تكاد إنها تنظرك أو حتى تهزمك في نهاية الحرب، وعشان كده بعد رفض وقف إطلاق النار 5 مرات وافقت مصر على وقف اطلاق النار. يوم ما بعت البرقية بتاعتي للرئيس حافظ الاسد يوم 19 اكتوبر وقلت له وانا بانزف دم حوافي على وقف اطلاق النار لان امريكا بقى لها 10 ايام بتحاربني وانا بنزف دم البرقية حوافي بعد ايه؟ بعد ما رفضت وقف اطلاق النار 5 مرات بسبب الجسر الجوي الممتد واللامتناهي من الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل في المعركة. ده كان بالنسبة لك عامل حاسم في أنه لازم تتوقف عند يوم 23/7 أو 23 أكتوبر أعتقد. في اليوم ده أجبرت على وقف إطلاق النار لأنه هناك دعم غير محدود. فبنرجع نقول أن أنت مقيد، القيود اتفاق سلام، القيود الولايات المتحدة الأمريكية. لو عملت التصريحات اللي انت عملتها النهاردة او بالامس لما الرئيس تحدث عن دعم الصومال مع نفس التصريحات مع الفلسطينيين، فانت هنا بتهاجم او بتنقض اتفاق ليك مع اسرائيل. وانت لو سألتني على المستوى الشخصي اتمنى تكون التصريحات دي مع فلسطين قبل ما تكون مع الصومال، يعني اللي بيكلمك بتحدث معك بمنتهى الصراحة والوضوح. رقم 3، انت مقيد بازمات اقتصادية، وللأسف الدول المحيطة كدول عربية، تخيل حضرتك ان مفيش دولة عربية، لا مصر ولا سعودية ولا امارات ولا اي دولة وليهم محدداتهم، سحبت سفيرها من الاراضي المحتلة ما عدا الاردن. يمكن الاردن الدولة الوحيدة اللي استدعت سفيرها عن طريق ايمن الصفدي وزير الخارجية الاردني، هي الدولة الوحيدة اللي استدعت سفيرها للتفاوض. ده الامر الوحيد اللي حصل من دولة عربية. ولكن النهاردة انت ليه بتتكلم على مصر؟ طب ليه ما بتقولش سين او صاد او عين؟ ليه ما بتقولش حتى الدول اللي انت بتؤيدها حتى لو من جوه؟ الدول دي ما عملتش حاجة، اشمعنى انت جاي على مصر وبتقول انت يا مصر بتسيب غزة ليه؟ طب ما انت عندك الدولة اللي في الشمال والدولة اللي في الشرق والدول كلها العربية، ما هي برضو ما فيش موقف بتعمله اقوى من موقف مصر، غير يمكن اقدر اقول لك موقف الاردن، وده تصريحات دبلوماسية. شوف انا بجيب لك من الاخر. فالوضع بالنسبة لمصر وضع مقيد في هذه القضية نسبيا، وبقولك نسبيا مش كليا. يمكن احنا بنحاول الاعلام في مصر ووسائل الاعلام الحكومية وغيرها بيحاولوا يزينوا الكلام ويطلعوا يقولك الحرب وما الحرب ومصر بتعلن حرب ومصر بتسيطر وبتشيء. طبعا مصر تقدمت قواتها في شبه جزيرة سيناء
وبدأت تستعد لمواجهة أن يكون في أي تداعيات لنزوح الفلسطينيين. لكن محدش هيطلع يقولك الكلام اللي أنا بقوله لك ده، وده على مسؤوليتي. مفيش واحد من اليوتيوبرز اللي أنت بتشوفهم وعندهم مشاهدات بالألاف والملايين هيطلع يقولك الكلام اللي أنا بقوله لك ده. عشان كده لازم نقول الكلام بمنتهى التجرد واجرين على الله زي ما قلنا. أيضا هناك دول عربية أقوى منك، يعني في دول اقوى منك، اشمعنى هي ما ساعدتش فلسطينيين؟ كده يعني انتوا فاقدين كل شيء كخليجيين، يعني ليس لديكم اي شيء الان سوى انكم رافعين الرايه البيضاء بشكل اساسي. انا اقول هذا، حتى مصائر دولكم لا تقررون شيئا فيها. واؤكد هذا، اؤكد بان القرار الاستراتيجي اليوم ليس بيد دول مجلس التعاون الخليجي، انما بيد الولايات المتحده والتحالف الغربي. طبعا انت مع الولايات المتحده الامريكيه في مشكله كبيره. الولايات المتحدة الأمريكية حضرت، أنت كمساعدة لفلسطين أنت بتعادل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الغرب ضد فلسطين، الغرب مع إسرائيل. كأمريكا كألمانيا، شفت حضرتك موقف ألمانيا من محكمة اللي هي محكمة الجناية الدولية، شفت حضرتك موقف بريطانيا، شفت موقف الولايات المتحدة الأمريكية عامل إزاي. كل دي أمامك مواقف واضحة في منتهى الوضوح، فيها دول عربية مش بس مصر، كل الدول العربية تابعة أو مقيدة باتفاقات مع الدول الغربية، والاتفاقات دي مقيدة لها حتى في التصريحات. ممكن تجد بعض التصريحات الجهورية من دول في المنطقة زي تركيا، لكن على الأرض هل نفذت أي تحرك؟ الحقيقة لا. على الأرض من الدولة الأكثر بتساعد فلسطين هي مصر، مساعدات على الأرض مثلا المساعدات الغذائية المساعدات الطبية، اكتر دولة ليها كم مساعدات، 3/4 المساعدات يمكن قادمة من مصر ومن الشعب المصري. فمصر كدولة عايز تساعد وعايز تعمل، لكن انت مقيد حتى في التصريحات الدبلوماسية. انا بتمنى اليوم اللي اسمع فيه تصريح تصعيدي من مصر ضد اسرائيل، بتمنى اليوم اللي اسمع فيه هجوم على اسرائيل من قبل مصر، وبتبسط جدا لما اسمع وزير الخارجية المصري بيهاجم اسرائيل ويشجب بما تفعله، وبتمنى انه يصعد اكتر من كده، لكن برضو بشوف انه الموضوع له ابعاد مش زي ما احنا شايفينها. طبعا احنا بالنسبة للدماء وبالنسبة للابرياء في قطاع غزة لا شيء يضاهي، الدبلوماسية تركن على جنب، السياسة تركن على جنب، والموازنات والابعاد تركن على جنب، لكن هو ده توصيف الوضع سواء انا متفق معاه او مختلف معاه. ده توصيف الوضع وده الرد على كل واحد بيقول ليه مصر ما بتعملش مع غزة زي ما بتعمل مع الصومال. مصر أولوياتها برضو خليك عارف قضيتها الأساس هي قضية المياه. المياه بالنسبة لمصر تهديد وجودي أكتر من إسرائيل نفسها، يعني هل المية أكتر؟ آه طبعا أكتر من إسرائيل. اللي هيمكنك من محاربة إسرائيل يكون عندك مية، لكن النهاردة لما تيجي تقارن الموضوعين ببعض فالموضوع مختلف تماما، موضوع مش مرتبط على الإطلاق. فلما جيت انت تتبنى الموقف، حضرتك بقى جيت من الناحية التانية كشخص مختلف بدأت تتبنى موقف تصعيد اخر. ما هو ده يا اخي انت اتحركت، يعني على الاقل انت اتحركت في ملف، انت لا كان عاجبك ده ولا كان عاجبك ده، الملفين كنت متحفظ وغاضب عن عدم تحرك الدولة. يا مسهل اتحركت في ملف، لسه في ملف تاني ما اتحركتش فيه من وجهة نظرك. الله اعلم ايه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة. هناك ارتباطات ايضا مع الاتحاد الاوروبي، بتشوفك هذه الدول محور لاتفاقات ما بين الجانبين، انت السبيل الوحيد للوصول لهدنة ما بين الاطراف. لو تبنيت موقف مش هتعرف او مش هتحل الامور، سواء بعد يوم بعد شهر بعد سنة محدش هيعرف يحلها، انت الوحيد اللي تقدر تتدخل وتحل هذه الامور. هتقولي طب ما تدخلتش ليه؟ هقولك ما انت بتتدخل لكن هناك رئيس وزراء مصمم على استمرار المعركة، لانه انتهاء المعركة معناها انتهاء صلاحياته في الحكم، فهي اصبحت معركة شخص بيراهن على استمرارها. وشوف حضرتك وزير دفاعه راح يتخانق معاه في المكتب بتاعه، فطبعا استمرار هذا الشخص في الحكم مرهون ببقاء هذه المعركة. فالمعركة هنا اصبحت معركة رئيس وزراء، وللأسف الموقف الامريكي مفيش، الموقف الغربي مفيش، الموقف القوي عربيا دبلوماسيا مفيش. فما تجيش تحمل مصر اكتر من طاقتها. اتحركت في ملف وبدأت تشتغل فيه، يا مسهل الملف ده تشتغل، الملف التاني تشتغل، انت مع تحرك اي شيء ايجابي طالما انت شايف ان هناك ضرر من سد النهضة، فادعم بلدك في تحركها في ملف سد النهضة عن طريق التصدي لإثيوبيا في البحر الاحمر،
عايز بلدك تتحرك في ملف غزة؟ هي بتتحرك. مش ده التحرك اللي بيرضيك، لكن التحرك اللي بيرضيك عشان يحصل ممكن مقابل هذا التحرك انتهاك او انتهاء اتفاق السلام. شفنا الدول اللي محاوطة لإسرائيل، سوريا، لبنان، الدول دي ما فيش بينها وبين إسرائيل اتفاق سلام، لكن الوضع ما بينهم عامل ازاي؟ الأردن، مصر، في بينهم اتفاق سلام، الوضع عامل ازاي؟ قيس الأمور حضرتك. انتهاك إسرائيل للمجال الجوي لهذه الدول مباح يوميا، بل تقريبا كل ساعة. حظر السلاح على هذه الدول مستمر ولا يتوقف. انت عشان قوتك التصنيعية لسه ما تقدرش تصنع مقاتلات جيل خامس، فقدراتك بتقول اعرف قدراتك ان انت هذا الكيان محمي من الغرب، ولو هاجمت هذا الكيان او اغضبت الغرب ضد هذا الكيان فحضرتك مش هتقدر تحصل على السلاح اللي يقوي جيشك اللي انت حصلت عليه خلال الفترة اللي فاتت واللي محتمل تحتاج مزيد منه خلال الفترة القادمة. ده الواقع اللي بيقول نحن لم نمتلك حتى النوهاو النهاردة اللي هي التكنولوجيا اللي بتعرف بيها تصنع السلاح اللي هو الجيل الخامس العالي. تقدرش تصنع مثلا رافال، تقدرش تصنع مقاتلات اللي هي بتشوفها حضرتك. فالموضوع ليه ابعاد كتير جدا. انت بتعرف قدراتك وبناء على هذه القدرات بتسير في الاتجاه اللي انت شايفه. لكن انا بقول لك الواقع من جوه، انا عايز اقول لك او من شعوري من داخلي عايز اقول لك ان نفس مصر تصعد الامور اكثر واكثر، لكن في نفس الوقت عايز بلد تكون مستقرة اكثر واكثر، وعايز الامور تحل. فاحنا مش عايزين نتكلم في شعارات وخلاص، لازم وانت بتتكلم تكون عارف انت بتقول ايه. بتقول ان هناك الولايات المتحدة الامريكية مهيمنة على العالم، ولازم تكون عارف ان الدولة دي دولة مسيطرة على العرب كلهم، قواعد في كل مكان، مسيطرين على كل الدول اللي في شرق مصر من اولها لاخرها. فلازم تكون عارف الموضوع ومحدداته وابعاده، وضع الدول المحيطة بيك، عدم استقرارها، الخناجر في الظهر اللي هتطعن في ظهرك لو تحركت، لان انت هناك فئة من المجتمع او حتى ليست من المجتمع، ممكن تقول من مجتمع او مش مجتمع، عندها استعداد انها تطعنك في الظهر وقت تحركك في مسألة ما. ربنا يحفظ مصر، بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.